انقبضت نهائيا لا امل ولا بعد. تفضل خيي، حطيته في زيت كلياته. هذا كيس غذائي تمام، غله لحمه، وهذا من النظيفات. هذا لا خليه لحاله. اليوم بفضل الله قدرنا نوفر للناس أكثر من 130 أضحية وطرود غذائية، طرود وقائية وملابس. معنا أجا اليوم أكثر من 35 متطوع من الداخل الفلسطيني ومن القدس. الإشي مقسم لمحطات. هاي المحطة الأولى اللي منوزع فيها الطرود الغذائية. بعمل واجبة كإنساني، عندي شوية إنسانية، لازم أعمل هذا الإشي لحتى أساعد الغير. هاي طرود أضحية للعائلات المحتاجة، فيها كل شيء بيحتاجوه اللي هي الأساسيات، يعني لحمة، سكر، زيت، فاصوليا، طونة، الأشياء اللي بيحتاجوها بنوزعها على العائلات طبعاً مع طرود غذائية. وعندنا المحطة الثالثة اللي هي جوا اللي بتوزع فيها حالياً الملابس الجديدة عشان العيد. احنا موجودين بمقر منظمة بذور من اجل الانسانية، المكون من 4 طبقات. طبقة مخزن، طبقة اللي بتوزع فيها الطرود الغذائية والطرود الوقائية والملابس، وطبقة اللي هي بنعمل فيها فعاليات، فقط فعاليات مع الاطفال، بالاضافة لفعاليات تفريغ، فعاليات خاصة مع الاطفال، وطبقة اللي هي عبارة عن عيادات. جيت اليوم على دكتور الاسنان بالنسبة لهاي الطفلة، لأنه شوي وضعها تعبان، وقال له إن أنا جاي يساعدون الأطفال، وجيت اللي جاي، والله جزاهم الله خير الجزاء، يعني جاي يقدمون مساعدات للعالم، أنا جاي أشوفهم والله يوفقهم وإن شاء الله يقدمون أكثر وأكثر. احنا بنحاول نحط قدر الامكان بعض زي ما بيحكوها من البلاستر على الجرح الكبير تبع هذا الشعب العظيم. لا بيعالجوش صح، كثير شوي. جايين لهون على منظمة بذور فلسطين انه عم يقدموا معونات للاجئين في يونان، الله يعطيهم العافية. ومو هي أول مرة عم يعطونا مساعدات، صار 3-4 مرات عم ناخذ مساعدات من عندهم، في دكاترة، في مواد غذائية، سلة غذائية، وشكرا لهم. عند مخيم اسمه اليونس، المخيم هذا فيه حوالي من 500 ل 550 عائلة سورية عراقية من طائفات مختلفة.
متطوعينا اللي هم من فلسطين لحتى نوزع لحوم اللي هي لحوم أضاحي، كمان طرود غذائية يلي بتحتوي على زيت، سكر، شاي، ملح، كل المواد الغذائية المطلوبة الأساسية، كمان طرد غذائي اللي بيكون فيه شامبو، بيكون فيه صابون، بيكون فيه حفاضات، وبيكون فيه معجون أسنان وفراشة أسنان. حسينا انه في شيء هون، شيء بناكل شيء حلال عن جد. نحن هون بالدول هون وفي حدا بيهتم فينا وبيهتم بالمسلمين، مو مشان لحمه وهيك شغلات، بس انتوا ذكرتونا هذا الشيء بكفي انه انتوا تعرفوا انه في هون ناس لاجئين محتاجين هيك شيء. يعني عن جد نحن كثير بهذا الشيء مبسوطين ونرفع راسنا فيكم. كل شيء كان حاضر عندهم، نتصل بالمنظمات نطلبهم، في منظمات اجت وصلت للباب ورجعوهم، حاولنا نرخص، نتصل بالقيادات، نتصل لانه الجيش هو المسؤول عن الكاب، نحاول مره واثنين وثلاثه بيرفضوا. احنا احد الناس اللي رفضونا واشتغلنا من برا مع الناس. طلعتوا لبرا، طلعوا جماعه اللي استقبلوكم من برا اخذوا الاغراض الساعه 4 الصبح. اخر شيء الناس تطلع، نص الناس تطلع تقول له حفوضات، يقول لك قياسات طفلك مو موجوده، يقول له حليب يقول له مو موجود، جربر فواكه معلبه ما معلبه يقول له مو موجود، مع العلم كان في جوا، انا كنت شوف بنفسي. ويطلعوا شباب انا بعرفهم يجيبوا الاطفال ويقولوا لهم ما في. نحن اصدقائنا من سكرمغاز من وجعه قلبهم علينا كانوا يبعثوا لنا اغراض بالباص، اوقات كل واحد كصديق لصديقه يعني يزيد عنده بالبيت يبعث له. موجودين بمخيم آخر اللي اسمه لاريسا واللي يبعد عن أثينا ما يقارب 6 ساعات سفر. احنا من امبارح بالليل واحنا نحضر أكياس وطرود وانطلقنا الساعة 1 لهالمخيم هذا، وحاليا بتم توزيع طرود غذائية وطرود وقائية وملابس الأطفال والنساء. المخيم هذا في ما يقارب 450 كرفان، والكل كرفان تقريبا فيه 2، وأغلب اللاجئين الموجودين هون هم لاجئين عراقيين وسوريين. كمان هون معنا متطوعين كثار، في قسم منهم أطباء كمان عم بيساعدوا باستشارات طبية ومساعدات بالتوزيع الطرود. يعني انتم جايين من فلسطين، اهلا وسهلا بكم. الحمد لله فلسطين، اهلا بكم بالبيت المقدس. يعني انتم سويتم شيء زين، شيء يعني من فلسطين جيتم هنا تساعدون الناس، يعني هذا مو شيء مثلا بسيط، بس جايتكم اهلا وسهلا بكم. دائما احنا بنؤمن انه التعامل مع اللاجئين هو تعامل مختلف، ولكن مختلف بطريقه ايجابيه. يعني بنحاول الان بهاي اللحظات او بهذا الوقت من اختلاف الوضع مع اللاجئين انه برضو احنا نختلف معاهم بطبيعه الخدمات، مش بس بنعطي طرود غذائيه واضاحي زائد طرود وقائيه وادويه وعلاجات، بل بنحاول نرجع على الوضع الطبيعي وهو الرجوع للجامعات مثلا المساعده في ذلك، صفوف دراسية المساعدة في ذلك، يوم ترفيهي زي هذا اليوم بمدينة الملاهي بأثينا، هي أكبر مدينة ملاهي باليونان. أنا كتير كتير مبسوطة اليوم لأنه جيت تعرفت على منطقة حلوة، هي أول شغلة. تاني شيء لأني أنا مع رفقاتي
وعم أقضي العيد حلو مع رفقاتي. أنا كتير مبسوطة وشكرا كتير لإلكم أنكم عملتوا هالفرحة للصغار والكبار. كتير كانوا الكل مبسوطين لأنه بدنا نجي وبدنا نجتمع كلياتنا وبدنا ننبسط ونلعب سوا. شو شعورك؟ شعور كتير حلو بس بنفس الوقت كتير خوف. هي منظمة رائعة وأنا لما أكبر بدي أصير مثلهم. كتير بحب لما أكبر إنه أطلع أساعد مثل ما بيساعدوا دكاترة بهالمنظمة أو أي شيء.